Assalamu alaikum. Today we will continue another part of the gastrointestinal tract, which is the small intestine. Starting with the main functions of the small intestine that complete the process of digestion that facilitated by the enzymes that are secreted from the pancreas. Also, the small intestines the site for absorptions of the digested digested products like amino acids, fats, glucose, and some large molecules. Well, small intestines consists of three parts or segments. First of all, duodenum that connect with the stomach. Then the middle part, it is the jejunum. Then finally, the ileum. First of all, طلاب, احنا لازم نعرف هنا the modifications that occur in the small intestine to be more absorbed for the products and to increase the surface area. فعندنا كثير من modification التحويرات اللي تكون داخل ال small intestine اللي تزيد من ال surface area increase the, يعني ال المساحة السطحية للسمول انتستين حتى يكون أكبر كمية من الأكبر كمية amounts of the products absorbed by the small intestine. فشنو هي هاي الموديفيكيشنز؟ First of all, the plica circulans. طلاب عادة عندنا يعني إذا فتحنا small intestine من الداخل نشوف تحتوي على permanent folds. Folds بهالطريقة بطريقة عرضية. هاي طلاب الفولتس عادة تكون permanent يعني شنو دائمية وتتكون من ميوكوزا نسيجين and سبميوكوزا. زين هذه الطيات عادة هذه الطيات الفولتس موجودة تسمى بليكا سيركولاريس. هي تكون طلاب بشكل دائم موجودة يعني هي تختلف عن السمك. السمك طلاب احنا درسنا بيه يحتوي على longitudinal folds على طول السمك. عادة هناك تكون longitudinal folds وتكون عادة مو دائمية يعني تكون عادة in empty stomach. مجرد انه الستمك filled with food انه هاي distended يعني تتمدد الفولتس. فهي ها ال in stomach تكون عادة مو دائمية الفولتس لكن هنا عادة موجودة هاي الفولتس الطيات الموجودة in small intestine تكون permanent. طيات زايدة بداخل small intestine هذه داخل البطانة اللي للبطانة of small intestine اللي يزيد المساحة السطحية. أكبر مساحة سطحية موجودة للsmall intestine حتى بداخل اللون. شيء ثاني طلاب عندنا intestinal villi. عادة هذه الطيات اللي موجودة in the mucosa هذه الطيات اللي ظاهرة للخارج على الطريق على شكل folds عادة covered by finger-like projections تسمى villi. فإضافة ما هي تحتوي على فولز أكو بتاخ يعني تغطيها أيضا projection للخارج وعلى أشكال إصبعية الشكل أيضا covered these folds تسمى intestinal villi. أوكي طلاب هي finger-like projection extend to the lumen نسيجين متكونة من from the mucosa. فإذا عندنا الفولز أول وحدة عندنا هي البليكا سيركولاريس وهذه الفولز أيضا تغطى بfinger-like projections فولت صغيرة جدا تسمى intestinal villi. هاي الفيلاي طلاب عادة هذه الفيلاي تبطن بخلايا هي عبارة عن simple columnar epithelium خلايا. هذه الخلايا اللي تبطن الفيلاي أيضا تحتوي هذه الخلايا على الأبيكس of these cells تحتوي على microvilli. أوكي يعني إحنا شنو عندنا يعني عندنا بليكا سيركولاريس هذا ال first folds والبليكا سيركولاريس تغطى finger like projections هي الفيلاي والفيلاي عادة تغطى بخلايا هذه الخلايا تحتوي على الـ على الأبيكس على يعني الجزء الأبيكال part of the cells تحتوي على microvilli. فهي كلها كل هاي الطيات الزايدة والمايكروفيلاي والفيلاي كلها طلاب حتى تزيد المساحة السطحية حتى شنو for the increase absorptions of the final products in the lumen of the small intestine. فإحنا عندنا الجزء الثالث microvilli بعض طلاب هاي enterocyte واحدة وهاي الثانية هاي يعني هاي two adjacent cells هاي الخلية الأولى وهاي الخلية الثانية
هذا apical parts تحتوي على microvilli. هاي الميكروفيلاي شنو؟ طلاب هذا السيل ميمبرين اللي يغطي الانكيروسايدز اللي بطانة الفيلاي تحتوي على يصير لها انبعاج للخارج أيضا. السيل ميمبرين انبعاج للخارج شي يحتوي هذا الطلاب هذا السيل ميمبرين هذا سيل ميمبرين على شكل هاي الأشكال الإصبعية الشكل هاي الطلاب اللي يشوفوها اللي تسمى برش بوردر لأنه تشبه فرشة الأسنان. هاي طلاب تسمى مايكروفيلاي بس عادة وين موجودة على الأبيكال بارت بس الجزء العلوي من الانكيروسايت. والانكيروسايت شنو؟ تغطي الفيلاي والفيلاي هي فينجر لايز تغطي الفولتس الابليكاسر كولارس. فكلها هاي هاي الطيات كلها حتى انكريز السيرفيس اريا اوف سمول انتستين حتى يكون اكبر كمية ممكنة من الفاينل برودكتس الموجودة بداخل سمول انتستين تمتص. يعني سمول انتستين هي اختصاص امتصاص كل المواد الغذائية الموجودة ان جي اي تي. زين طلاب واضحة ان شاء الله؟ زين ننقل طلاب ندرس the histological structures of the small intestinal wall. يعني عادة كأي جي اي تي كأي gastro intestinal tract كنا هو يتكون من 4 طبقات للداخل ميكوزا بعدين سبي ميكوزا لتحت من عندها بعدين muscular external طبقة من smooth muscle fibers اللي تكون للخارج وبعدين يا أما تغطى بكونكتيف تيشيو يسمى أدفانتيشيا أو كونكتيف تيشيو يحاط بسيمبل سكويموس أبيثيليوم طبقة واحدة فقط تسمى ميزوثيليوم. ذاك الوقت الكونكتيف تيشيو يتغير تسميته إلى السيروزا. أوكي طلاب هاي المكونات الأساسية للسمول انتستين حالها حال أي جاسترو انتستينال تراكت أي جي آي تي أي بارت أوف جي آي تي. زين لكن احنا هنا موديفيكيشن كثيره حاصله سمول انتستين حندرسها بشكل عام وبعدين ندرس تفصيليا كل جزء من اجزاء السمول انتستين. ندرسها هسه بشكل عام السمول انتستين عندها شكل عام اجزاء مشتركه بثري بارتس نبتدي منطقه الميكوزا. الميكوزا طلاب اللي درسناها هي عباره عن بطانه السمول انتستين هذا اللي درسناه ونفهمه البطانة. والبطانة عادة للسمول انتستين أو جي آي تي متكونة من أول شيء أبيثيليوم تحت كونكتيف تيشو يسمى لامينا بروبريا بعدين الطبقة الثالثة يسموها سموث مسل فايبرز يسموها واسكولارز ميكوزي. زين شنو الاختلافات هنا الموجودة عن أي جي آي تي؟ هني شوفه السمول انتستين طلاب عندنا ميكوزا أول تحتوي على انتستينال فيلاي فيلاي ذات كفرد باي ذا أبيثيليوم وحنشرحها بالسلايد القادم بالتفصيل. الأبيثيليوم هو عبارة عن فيلاي وسيرفس أبيثيليوم. لامينا بروبريا طلاب اللامينا بروبريا تمتد من منطقة المسكولارس ميكوزي إلى حاد الكور داخل الإيج فيلاس. يعني حتى الفراغات الداخل الفيلاي الداخلها الفيلاي هي عبارة عن انبعاج للخارج انبعاج للخارج finger like projection photo projection للخارج ويغطى بالأبيثيليوم. لكن بداخل شنو موجودة هاي الفيلاي؟ طلاب تحتوي على loose connective tissue زين اللي يسمى سمينا منطقة digestive system سمينا lamina propria. زين هاي loose connective tissue شي يحتوي طلاب؟ يحتوي على أول شيء يحتوي على blood vessels يعني يحتوي هنا على fenestrated capillaries يحتوي على nerves يحتوي على lymphatic vessels. زين طلاب وأجزاء أخرى اللي حشرح لكم إياها بالتفصيل. وإضافة هاي الأبيثيليوم اللي تكون الفيلاي يصير بيها امتداد للخارج تسوي الفيلاي. هاي الأبيثيليوم طلاب تدخل الداخل اللامينا بروبريا شو تسوي؟ تسوي كريبت أوف ليبركون أور انتستينال جلاند. يعني الأبيثيليوم ينبعج للداخل شي يكون لنا انبعاجات للداخل شي يكون لنا يسوي لنا انتستينال جلاند. انتستينال جلاند وهي عبارة عن simple tubular gland simple tubular gland وين تفتح؟ تفتح between the villi يعني هذا الفيلاي وهذا الثاني هي بيناتهم المنطقة اللامينا بروبريا اللي بيناتهم تحتوي على intestinal gland. وطبعا هاي المناطق المنقطة اللي تشوفوها طلاب هاي عبارة عن كلها immunocells اللي هي lymphocyte, macrophages, plasma cells, dendritic cells كلها هنا تواجد خلال connective tissue. مع الطلاب
ايضا طلاب الليمفاتيك سيستم، يعني هو كولكشن اوف اميون سيستم اوف ليمفاتيك سيستم. هنا اشوف هنا الليمفاتيك نوديولز اشوفها موجوده منطقه لامينا بروبريا وتنتهي المنطقه الصب الميكوزا. زين عندنا بعد شنو طلاب منطقه بالنسبه لمنطقه الميكوزا؟ عندنا طلاب ماسكولار سيميكوزي، طبقه من السموث مصل فايبرز تفصل اللامينا بروبريا عن الصب الميكوزا، وقلنا هاي طبقه مهمه لان اللامينا بروبريا connected tissue. سابميكوز تحت سابميون connected tissue. شنو يفصل بين connected tissue بحيث نسمي هذا لامينا بروبريا وتحت سابميكوز؟ هي المسكولار سيميكوزي، خط فاصل بيناتهم عبارة عن thin smooth muscle fibers. زين طلاب هسه هاي درسنا بالنسبة للميكوزا of the small intestine اللي هي تحتوي على feature مهم جدا اللي هي villi finger like projection in extend into the lumen. ودرسنا هنا همين تحتوي على intestinal gland او تسمى cryptofibricone موجوده اللامينا بروبريا. فهذا الشكل كلش واضح يبين بطانه السمول انتستين فيلاي للخارج، intestinal gland داخل الكونكتيف تيشيو يسمى لامينا بروبريا. هاي ماسكولار سيميكوزي. واضح ان شاء الله طلاب لحد هسه؟ واضح ماما؟ نعم دكتور. ان شاء الله. زين طلاب احنا ندرس هسه بشكل تفصيل، ندرس انا قلت لكم انتستينال فيلاي سكتت، هندرسها بشكل تفصيل. هاي انتستينال فيلاي نسيجيا هي شنو؟ طلاب احنا قلنا هي عباره عن فينجر لايك بروجكشن، فد انبعاج لداخل اللومن مثل شكل اصبعي الشكل. هذا شنو طلاب؟ هذا عاده كفرد باي ابيثيليوم، يعني كفرد باي ابيثيليال سيلز. هاي السيلز شنو؟ عدة أنواع من السيلز موجودة covering the villi راح ندرسها بالتفصيل. لكن عادة طلاب مثل ما درستوا بصف أول درستوا إنه small intestine, ileum, duodenum عادة يبطن ب simple columnar epithelium. ليش؟ لأنه الخلية المكونة الأساسية للبطانة الأبيثيليوم بالنسبة للsmall intestine هي الانتيروسايت، وهي عبارة عن simple columnar epithelium. وهاي الابيثيليال لايننج، ابيثيليال لايننج احنا هنا شفناها بعض الطلاب بتغطي كل الفيلاي. زين شنو تحتوي؟ تحتوي على انتيروسايتس، هي سمبل كوليمينار ابيثيليوم ويسموها ابزورتيف سيلز لان هي مسؤوله عن الامتصاص. تحتوي على جوبل سيلز هنشرحها بالتفصيل. تحتوي على انتيرو اندوكراين سيلز وهم ايضا هنشرحها بالتفصيل، بس عاده بالمجهر الضوئي اللي حتفر تشوفوه بالمختبر ما تشوفوه الا بالمجاهر الالكترونيه او اصبغ معينه. زين طلاب عاده طلاب هذه الفيلاي ايش تحتوي بداخلها؟ تحتوي على كور اوف كونكتيف تيشيو، يعني اللامينا بروبريا الموجوده بهاي المنطقه جزء من الكونكتيف تيشيو يدخل بداخل الفيلاي. ابيثيليوم من الخارج بداخله يعتبر كونكتيف تيشيو. وكل مكونات كونكتيف تيشيو ايش يحتوي؟ يحتوي على كابيلاريز، يعني شنو؟ فينستريتد هنا كابيلاريز، ودرسنا الفينستريتد كابيلاريز تحتوي على بوز هذه الخلايا تحتوي على بوز حتى تسهل. قلت لكم موجوده بوقتها اكثر مكان موجوده به واضح هو المنطقة السمول انتستين. ليش؟ على مود يصير اسرع كميه كبيره من المواد البرودكت تمتص عن طريق الكابيلاريز، هذه الكابيلاريز حتى تدخل بسرعه المواد بسرعة يصير بسرعة امتصاص إلها. زين تحتوي على الليمفاتيك كابيلاريز، الليمفاتيك كابيلاريز هاي فور فاتس، يعني الفاس يكون حجمها كبير ما تدخل منطقة الكابيلاريز، تدخل عن طريق شنو؟ الليمفاتيك كابيلاريز. الليمفاتيك كابيلاريز مثل ما درست لكم إياها بمنطقة الدرس السيركولاتري سيستم، درست لكم طلاب إنه الليمفاتيك كابيلاريز هي عبارة عن epithelial cells لكن تعتبر line by epithelial cells لكن تحتوي على pores مفتوحة دائما، pores يعني تحتوي على مسافات بين الاندوثيليال cells مالتها، وتكون هذه المسافات مفتوحة دائما، يعني مسافة بين الاندوثيليال cells of lymphatic capillaries تحتوي على مسافات بيناتهم حتى يدخل الفاتس. فالفاتس تدخل عن طريق lymphatic capillaries يسموها لاكتيل، ما تدخل عن طريق blood capillaries. تحتوي هاي المنطقة الكور اوف كونكتيف تيشو اوف ذا ايج فيلوس على نيرف فايبرز، طبعا نيرف فايبرز
for innervation وتحتوي أيضا على يدخل من المسكولار سيميكوزي جزء من أتها من الفايبرز تدخل منطقة الفيلاي. ليش طلاب؟ عادة إحنا من درسنا الليمفاتيك كابيلاريز قلنا هي تبطن بإندوثيليال سيلز وهاي إندوثيليال سيلز ريس أون discontinuous basement membrane وبعد ماكو smooth muscle fibers. إذا حركة الليمف داخل هذه الكابيلاريز شو يكون؟ يكون من contraction of the small muscle fibers الموجودة بداخل الكور of the villi. هذا contraction يدفع الليمف ويدفع الفالس اللي يمتص من خلال اللاكتيل داخل هاي الليمفاتيك كابيلاريز يدفعها حتى يدخل ويكمل مسيرته خلال الليمفاتيك داكتس. زين هاي بالنسبة للإنتستينال فيلاي. زين نبدي ندرس همين شيء ثاني همين الفيلاي الأبيثيليوم اللي يغطي الفيلاي متكون من شنو مكونات الأبيثيليوم الخلايا اللي تغطي الفيلاي. أول خلية والمين سيلز ذات كفرينج ذا فيلاي طلاب هي الانتيروسايتس وهي سيمبل كوليمينر أبيثيليوم وتسمى ايضا كوليمينر ابسوربتيف سيلز لان هي مسؤوله عن الامتصاص الفاينل برودكتس اللي موجوده في اللومن اوف ذا سمول انتستين. زين احنا لو نشوف هنا الانتيروسايتس هاي انتم حتشوفوها ان شاء الله بالمختبر تشوفون كل الاجزاء مال سمول انتستين سواء كان جيجينام اليوم تشوفون الفيلاي والسيرفس ابيثيليوم هو عباره عن سيمبل كوليمينر ابيثيليوم. كل السيمبل كوليمينر ابيثيليوم نشوفه هو هاي انتيروسايتس. طلاب شنو مميزاتها لما نشوفوها بالمجهر نشوفوها تول كوليمينر سيلز اوفال نيوكليوس ار ذا بيس ونشوف تحتوي المايكروفيلاي لو شوي اكبر على هاي باور اشوفها تحتوي على مايكروفيلاي هذا ابيكال سيرفيس. زين طلاب وهاي المايكروفيلاي تسمى براش بوردر. ليش براش بوردر؟ يعني حافه تشبه فرشه الاسنان يعني تكون عبارة المايكروفيلاي تكون بشكل عمودي مصفط بشكل شعيرات عمودية للخارج تشبه فرشات الأسنان. زين عادة وين موجودة هاي الانتيروسايت طلاب؟ عادة موجودة covering the villi هاي الفيلاي lining the villi يعني الفيلاي عادة كلها تكون عبارة عن انتيروسايت المين سيلز هي الانتيروسايت وكلنا الابيثيليوم يسوي انفاجينيشن للداخل يسوي الكريبتوفيبركون أو يسموها الغدد الخاصة بالسمول انتستين يسموها انتستينال جلاند. عادة الانتيروسايت تأخذ الجزء الأعلى فقط من هذه الخلايا الجزء الأعلى فقط لا تدخل للداخل انتستينال جلاند لا بس فقط للأعلى. زين عن طريق المجهر الإلكتروني طلاب عن طريق المجهر الإلكتروني شلون أشوفها هاي الانتيروسايت كبرناها بالمجهر الإلكتروني شلون شفناها بعض طلاب هي أصلاً سيمبل كوليمينر أبيثيليوم تحتوي بعض الطلاب تشوفون هاي الخطوط هاي الداخل هاي الداخل السيتوبلازم هاي كلها اكتين فيلامنت تدخل منطقة المايكروفيلاي. المايكروفيلاي هذا السيل ميمبرين اللي يغطي الانتيروسايت طلاب يصير لإكستند للأعلى إكستند يكون أول مايكروفيلاي أول وحدة يكون الثانية بعدين يكون الثالثة المايكروفيلاي كله يكون هو كله عبارة عن إكستنشن from the بلازما ميمبرين اوف ذا انتيروسايتس يكون المايكروفيلاي. هو ليش هاي كل هاي الاكستنشن يصير حتى زيد المساحه السطحيه الموجوده للانتيروسايت حتى اكبر مسافه اكبر كميه ممكنه من الفاينل برودكتس اوف النيوترينز تدخل داخل الانتيروسايتس. زين شيء ثاني طلاب هاي المايكروفيلاي بعد توقف بشكل عمودي بهالطريقه لين تحتوي على اكتين فيلامنتس أكتين فيلامنتس تدخل من داخل السيتوبلازم وتخلي هذه المايكروفيلاي واقفة بشكل عمودي بالطريقة. زين المايكروفيلاي شو تحتوي؟ احنا مو قلنا هي عبارة عن extension of cell membrane إذن هي تحتوي على فوسفوليبيد وبعض طلاب على بروتينز. هاي البروتينز طلاب تتصل بيها إذا اتصلت بيها كاربوهيدراتس تتصل بيها مناطق تسمى جلايكوغالكس. فهذه جلايكوغالكس شنو هي؟ هي عبارة عن يا أما جلايكوبروتينز يا أما لايكوبروتينز مكونين هي جلايكو يسموها جلايكوغالكس. هاي اللي شوفوا هنا at the apex of the microvilli. كاربوهيدراتس تتصل بالبروتينز الموجودة بالسيل ميمبرين يسموها جلايكوبروتينز. الليبيد تتصل بالبروتين سموها لايبوبروتينز وهي كلها عبارة عن شنو هاي المكونين؟ هي عبارة تسمى جلايكوغالكس.
هذه الجايد بوكس للطلاب هي عبارة عن مراكز لارتباط لإنزيمات تصنع داخل انتيروسايتس وتتواجد على الجلايكوجالكس، وهاي الانزيمات طلاب تساعد على تكميل عملية الدايجشن الموجودة ان سمول انتستين. نبدي مثلا بالانزيم الاول، واحدة من هاي الانزيمات تسمى دايسكارايديز، من اشوف اي اس اي ايس هاي بالاخير طلاب، هاي معناتها هاي الكلمة معناتها هذا معناه ترمز الى انزيم دايسكارايديز، يعني انزيم الخاص بالكربوهيدرات بالدايسكارايد. احنا عادة الكربوهيدرات اللي ناكلها طلاب عن طريق الاورال ماوث، عن طريق الماوث، عن طريق اورال كافيتي طلاب، تنفرز من السليفري جلاند كثير من الانزيمز من ضمنها الاميليز. أميليز ينفرز للأورال كافيتي، يحول الكربوهيدرات يحولها إلى داي سكرايت. داي سكرايت تدخل منطقة السمك، توصل منطقة السمول انتستين، منطقة الديودينام. عن طريق هذه الإنزيمات الموجودة عن الجلايكوجالكس تحول داي سكرايت إلى جلوكوز، وايضا عن طريق بنكرياتك انزيمز همين، انزيمز همين يفرز كثير من الانزيمز تحول الدايسكرايدز تحولها الى جلوكوز. هذا اول منتج من الكربوهيدرات تحول الى جلوكوز ويبدي يمتص عن طريق الانتيروسايتس. نشوف عمليه البروتينز، البروتينز عن طريق الاورال كافيتي ما يصير اي شيء، يدخل منطقه الاستمك. الاستمك شو تسوي؟ تحتوي على تشيب سيلز، تشيب سيلز تفرز انزيم البيبسينوجين اللي هو يتحول من داخل لومن اوف ستومك الى اكتف انزيم يسموه بيبسين. بيبسين يقطع البروتينات، يقطعها الى شنو طلاب؟ يحولها الى بولي بيبتايدز. البولي بيبتايد موجوده ان تايم اوف ذا ستومك، تنزل منطقه السمول انتستين بالضبط منطقه الديوجينام. الديوجينام المنطقه الجلايكوجالكس شو تحتوي طلاب؟ تحتوي على البيبتايديز، يحول البوليبيبتايدز الى امينو اسيدز. زين طلاب، والطريقه طبعا اكيد همين بنكرياتك انزيمز، بنكرياتك انزيمز تنفرز بداخل الديوجينوم همين تحول البوليبيبتايدز الى امينو اسيدز، والامينو اسيد هو الشكل الاخير من البروتيناز اللي يمتص عن طريق الانتيروسايتس. انتيروسايتس هي الخلايا المبطنه للفيلاي سيرفس ابيثيليوم اوف ذا small intestine يدخل بداخل هذه الخلايا. زين أسعدنا الكربوهيدرات اللي تحولت إلى جلوكوز امتصت absorbed by the enterocytes. الأمينو أسيدز the final products of the proteins، الأمينو أسيدز انفرزت بداخل يعني امتصت بداخل الانتيروسايتس. داخل الانتيروسايت تدخل وتخرج من الانتيروسايتس، وين تخرج طلاب؟ سوري تدخل من داخل الانتيروسايت، تخرج من عندها وين تروح؟ تروح للكابيلاريز. تدخل للكابيلاريز طلاب، تدخل للكابيلاريز الفينستريت كابيلاريز، تدخل سيركولاتري سيستم وتوزع على الجسم. زين طلاب، نجي على منطقة الفاتس. الفاتس طلاب تتحول عن طريق، تأخذ عن طريق الأورال كافيتي، تتحول إلى ستمك عن طريق الجاستريك لايبيز اللي ينفرز من منطقة التشيب سيلز، من خلايا التشيب سيلز اللي يفرز إلى ستمك، يفرز الجاستريك لايبيز يحول الفاتس يحولها إلى دايجليسيرايدز. وين يحولها؟ منطقة الستمك. زين الستمك الكايمز وذ دايجليسيرايد يدخل منطقة الديوجينام طلاب. شي يصير هنا منطقة الديوجينام طلاب؟ البايل ينفرز، البايل يعني المادة الصفراء تنفرز من الجول بلادر، تحول الفاتس الداي جليسيرايد الموجودة بداخل الديوجينام، تحولها إلى طريقة إلى شكل مستحلب، تحولها إلى طريقة يسموها عملية اميوسيفيكيشن، يعني تحول الفاتس إلى يعني مثل ما تحولها إلى طريقة شكل كريمي شكل مستحلب. هاي أول بايل تعمل هالطريقة، هاي أول عمل للجول بلادر يفرز البايل فور ذا فاتس يحولها ميولسيفايد، يتحول إلى شكل مستحلب.
بعدين تبدي طلاب تبدي البنكرياس يفرز انزيمز يسموها اللايبيز، بنكرياتيك لايبيز. شي يسوي؟ يحول الداي جليسيرايد الى فاتي اسيدز، وهذه الفاتي اسيدز عن طريق الانتي ابزوربت عن طريق الانتيروسايتس. اذا الفاتي اسيدز الموجوده انديوجينم عن طريق الماده الصفراء من الجول بلادر تفرز الانديوجينم، وعن طريق البنكرياتيك انزيمز اللي هو البنكرياتيك لايبيز يحول الداي جليسيرايد يحولها فاتي اسيدز وين تمتص عن طريق الانتيروسايتس. لكن طلاب اكو شيء واحد، انه الفاتي اسيدز ما تذوب داخل البلاد، يعني عمليه حملها بداخل البلاد يكون صعبه، لان عاده يعني ما تسحب عن طريق الكابيلاريز الموجوده بالكور اوف ذا فيلاي. ليش طلاب؟ لان عاده البلاد طلاب موجوده داخل الكابيلاريز يكون عادة هيدروفوبيك، يعني غير محب للفاتس، يعني يكون عادة ما يحمل الفاتس، ما يعمل على إذابة الفاتس يكون طريقة صحيحة داخل البلاد. فشي يصير طلاب؟ البلاد يحتوي على 90% من عنده يحتوي على ووتر، فعملية حمل الفاتي أسيد عن طريق البلاد تكون غير صحيحة. فمين يمتص البلاد الفاتي أسيدز؟ أول شيء يدخل منطقة الانتيروسايت. شيء يصير عليه؟ الفاتي أسيد تدخل الانتيروسايت، شيء تحول فاتي أسيد تتصل مع بعضها عن طريق السموث إندوبلازميك ريتيكولام تحول إلى ترايغليسيرايدز. والكولجي كومبلكس شيء يسوي؟ يطيها يحيطها ببروتينز فتتحول إلى شكل فاتي أسيد، تحول إلى شكل كبير يسمى كايلومايكرون. الكايلومايكرون هو عبارة عن لايبوبروتين ترايغليسرايد محاضة بروتين من الكولجي كومبلكس. فشي يصير ليبيد مع بروتين سموه لايبوبروتين، سموه فبارت كبيرة يسمى كايلومايكرون. هذا التركيب الكبير من كايلومايكرون يطلع من الانتيروسايتس وين يدخل؟ يدخل المنطقة الليمفاتيك كابيلاريز. الليمفاتيك كابيلاريز اللي سموها لاكتيل طلاب تحتوي على بورس، يعني بورس بتوين ذا اندوثيريال سيلز اللي بطنها، تدخل عن طريقها وعن طريق الليمفاتيك كابيلاريز الليمفاتيك داكت ومن الليمفاتيك سيستم يدخل الى البلط عن طريق على شكل كايلومايكرون، ويكون حمله داخل البلازما اوف ذا بلط يكون سهل. زين طلاب، عاده هسه هاي بالنسبه لل بالنسبه للبروتينز، بالنسبه للفاتس، بالنسبه للكربوهيدرات، شلون عمليه تحويلها الفاينل برودكت ودخلت الانتيروسايتس، وشلون عمليه نقلها عن طريق اما الفاتس عن طريق الليمفاتيك كابيلاريز، يا اما البروتينز والكربوهيدرات وبقيه البرودكتس تدخل للبلاد كابيلاريز. عاده الانتيروسايت طلاب، انتيروسايت طلاب عاده تكون المسافات بيناتها طلاب sealed by tight junction، يعني هذا apical part of the enterocytes اللي مقابل اللومن، هاي نال يكون sealing، فsealing قوي يسمو tight junctions على مود طلاب prevent ال product final product الموجودة in the lumen of the small intestine تدخل between the enterocytes حتى مباشرة تدخل يصير لها absorption for enterocytes وتدخل اللامينا بروبري، لكن ما تدخل عن طريق ما تدخل بين الخلايا ويصير ضياع للنيوتريانتس. فعادة الانتيروسايتس يكون غلق كامل إلها sealed by the tight junction. طلاب لحد هسه واضح الشرح؟ واضح عندكم أي سؤال؟ واضح ماما؟ ما عندكم أي سؤال؟ واضحة؟ شلون البروتينات الفاتس دخلت الانتيروسايتس والانتيروسايتس شكلها مكوناتها واضحه ماما؟ واضحه دكتوره ان شاء الله ماما، شكرا. زين طلاب، عندنا هنا انذر سيلز، انذر سيلز اللي هي كفرينج ذا فيلاي، تبطن الفيلاي او هي تغطيها للفيلاي وتكون من ضمن مكونات الفيلاي طلاب هي الجوبل سيلز. طلاب الجوبل سيلز شوفوها طلاب، وشوفوها شوفوها بداخل المختبر، شوفوها شلونها، شوفوها كأنه خلايا كأسية الشكل فارغة. ليش؟ لأن هاي الميوسين اللي بداخل هاي الخلايا عادة بنستخدم الهيماتوكسين أنديوسين الأصباغ
لتصبيغ السلايدات، المسؤول يعني تصبيغ الجوبل سيلز، تصبيغ الابيثيليام، تصبيغ السمول انتستين. عادة هاي طلاب تحتوي على ميوسين بداخلها، تحتوي على ميوكاس. هذا الميوكاس ديزولد باي ذا الكحول الموجود بالستينينج. الكحول الموجود الهيماتوكسيان ديوسين يعمل ديزولفينج فور ذا ميوسين الموجود بداخل السيتوبلازم الموجود داخل الخلايا، فتبين كأنه فارغة، شكلها أبيض. وهذا الشكل الكأسي طلاب نشوفه داخل المختبر. لايننج ذا ميكوزا اوف ذا سمول انتستين طلاب هي هاي الجوبل سيلز. زين، الجوبل سيلز شنو مميزاتها؟ هي عبارة عن كاب شيبس طلاب، تحتوي على بيسوفيليك نيوكليوس هذا بيس، وعادة سكاتر بتوين ذا انتيروسايتس. وكل ما انتقل اكستند اكثر، انتقل اكثر توارد توارد لارج انتستين، كل ما زيد الكوبل سيلز. يعني من انتقل المنطقة من ديودينا لديودينا من الاليام، عملية الكوبل سيلز تزيد. ليش طلاب؟ لان هذا افرازها يعمل تحتوي على ميوسين. هذا ميوسين نوع من المخاط طلاب، منطقة مخاطية تكون مثل الجل تحيط كل ال covering the epithelium، فتعمل على كوظيفة protect the epithelium also lubricate the epithelium، يعمل عملية يعني ال nutrient تكون بطريقة سهلة تدخل منطقة ال epithelium، ما يكون احتكاكها قوية ال epithelium، فتعمل protection عالي منطقة ال epithelium. زين طلاب، نشوفها بمجرى إلكتروني، تسمى هذه الخلايا glycoprotein secreting cells. ليش؟ يعني الميوسين الداخل هو نوع غلايكوبروتين، بروتين مع الجلوكوز مع الكربوهيدرات، فشي يسمى غلايكوبروتينز. تحتوي على رف اندوبلازميك ريتيكولوم، وتحتوي على كولجي كومبلكس على النيوكليوس وابيكال ميوسيجين جرانيولز. هاي الجرانيولز تحتوي على ميوسين، هذا الميوسين ينفرز للخارج ويعمل على بروتكشن فور ذا ابيثيليا. هاي درسنا الخلية الثانية اللي تكون الابيثيليوم of the small intestine وأيضا الابيثيليوم of the villi. طلاب، عندنا خلية ثالثة لكن أعدادها قليلة، وهذه الخلية تسمى انتيرو اندوكراين سيلز. انتيرو اندوكراين سيلز من اسمها انتيرو، يعني تابعة للانتيرو كتسمية، تابعة للسمول انتستين. واندوكراينز يعني تفرز هرمونز، وعادة الهرمونز اللي تفرزها هنا طلاب موجودة in small intestine. هاي الانتيرو اندوكراين سيلز هي عبارة عن polypeptides، يعني نوعها بروتيني. هذه الهرمونات، هذه الهرمونات طلاب عادة تفرز من granules موجودة أسفل النيوكليوس، يعني ما موجودة على apical surface، ما موجودة على apical cytoplasm، موجودة لا beneath the nucleus. ليش موجودة beneath the nucleus؟ لأن طلاب عادة هذه النيوكليوس، عادة هذه الكرانيوز اللي تحتوي على هذه الهرمونات ما تفرز للومن، فما تتواجد أعلى الخلية، تتواجد أسفل الخلية. ليش؟ لأن هي أفرازها يكون مباشرة من الخلية للكابيلاريز للبلاستري مباشرة. يعني contents hormones secreted from these cells directly to the bloodstreams the fenestrated capillaries in the core of the villi. لذلك ما تتواجد at the apical cytoplasm، تتواجد للداخل حتى مباشرة من داخل الخلية تحت النيوكليوس موجودة، من عندها مباشرة البلاستريم موجود in the connective tissue of the villi. عادة طلاب of the villi or اللي موجودة وين طلاب؟ موجودة in intestinal gland، لأن يعني عادة هاي قليل من عندها موجود منطقة الفيلاي. الأكثرية طلاب وين موجودة؟ موجودة in intestinal gland، وإفرازها يكون مباشرة من هاي الجرانيولز، هاي الهرمون مباشرة للكابيلاريز الموجودة باللامينوبروبيريا. فقلت لكم هي ما تحتاج تواجد على الأبيكال سايتوبلازم، يعني ما تدخل منطقة اللومن، لا تدخل منطقة الكابيلاريز الموجودة باللامينوبروبيريا. هذه طلاب الانتيرو اندوكراين سيلز ما شوفوا بداخل المختبر. ليش؟ لأنه هيماتوكسين أنديوسين المستخدمة هاي الأصباغ ما تميز الانتيرو اندوكراين سيلز. عادة أكو بعض الأصباغ اللي يسمى immunohistochemical staining، هذه تميز هذه النوع من الخلايا، لكن الأصباغ العادية الهيماتوكسين أنديوسين ما تميز هذه الخلايا.
فعادة ما تشوفوها الطلاب، يعني ما تشوفوها بشكل واضح، ما تعرفوها متميزون بقية الخلايا، يعني قبل السيارة شكلها واضح وكأنه كأسي فارغ، يعني كأنه شكلها أبيض أو فارغ بداخل between the cells، وبيضة وشكلها شكلها بداخل موجود scattered between the epithelium. الانتيروسايت بين simple columnar، لكن هاي الانتيرو endocrine cells ما واضحة، ما تبين بشكل واضح بين الخلايا. أوكي طلاب، واضحة إن شاء الله. هاي كل هالخلايا هاي عبارة عن ثلاث خلايا، هي تكون الكون الأبيثيليوم، الأبيثيليوم that covering the villi. لكن طلاب أدنى المين سيلز هي الانتيروسايتس، العدد الأقل هي الغوبل سيلز، والعدد الأقل جدا اللي covering the villi هي الانتيرو endocrine cells. وبتلكم هي أكثر موجودة وين؟ موجودة هاي الانتيرو endocrine cells موجودة على وين طلاب؟ موجودة على الانتستينال جلاند. أريد أقول لكم شيء ثاني طلاب هالمين، إن بالنسبة للغوبل سيلز، غوبل سيلز طلاب هي موجودة عادة بشكل كبير in the villi، وأيضا موجودة طلاب الغوبل سيلز موجودة the upper part of the intestinal gland، يعني عندنا خليتين موجودة من ضمن الفيلاي وتدخل بس الجزء البسيط من الانتستينال جلاند، الجزء العلوي البسيط من الانتستينال جلاند هي الانتيروسايت والغوبل سيلز. أوكي طلاب، بينما قلت لكم بالنسبة للانتيرو اندوكراين لا موجودة بشكل قليل على الفيلاي، لكن شكل أكبر موجودة داخل الانتستينال جلاند. زين، بدنا درسنا احنا قلنا الفيلاي عبارة عن انبعاج الأخير finger like projection للداخل النومن هي الفينجر هي الفيلاي، لكن اكو انبعاج داخل من الابيثيليوم داخل اللامينا بروبريا تسمى intestinal cribs او يسمى cribs of leprechaun او يسمى intestinal glands، كلها تسميات للغدد الموجودة اللامينا بروبريا of small intestine. زين شنو بطانة هاي intestinal glands؟ هل نعرفها؟ أول شيء طلاب، هاي بطانة هاي الخلايا، أول شيء قلنا الجزء العلوي من عدها الانتيروسايتس اللي هي simple columnar epithelium، نفس نغطي الابيثيليوم of villi، نفس الجزء العلوي فقط من عنده يغطي الانتستينال جلاند. نفس الحالة بالنسبة للغوبل سيلز، غوبل سيلز موجودة منتشرة بين الانتيروسايتس بالفيلاي، وأيضا موجودة بالجزء العلوي من وين طلاب؟ من الانتستينال جلاند. بعض الطلاب عندنا انتيرو اندوكراين، لا انتيرو اندوكراين موجودة قليل من عندها بالفيلاي، لكن الأكثر وين موجودة؟ الانتستينال جلاند، وقلنا عليها تفرز هرمونات من ضمنها السيروتونين من ضمن هذه البوليبيبتايد هرمونز. زين طلاب، عندنا خلايا إضافية تكون الانتستينال جلاند، نعم أكو عندنا بعد خلايا إضافية غير الخلايا اللي موجودة، هاي موجودة فقط الانتستينال جلاند هي ستيم سيلز. ستيم سيلز طلاب الخلايا الجذعية تبين لوكال من الابيثيليوم اوفال نيوكليوس وهاي ميتوتيك اكتيفيتي، وعادة طلاب الستيم سيلز ما تميز من خلال المجهر الضوئي اللي تستخدمون داخل المختبر، ما تميز طلاب، يعني لما اشوفها ما اميزها عن بقية الخلايا، لكن هي بالمجهر الالكتروني واضحة جدا. زين طلاب، وبعض ايضا وبعض الستيننج قلت لكم النيونو هيستوكيميكال ستيننج تميز الستيم سيلز عفوا بوجودها، هي عادة تكون لو كوليمينر أبيثيليوم أوفال نيوكلياس هاي ميتوتيك أكتيفيتي، وعادة هي طلاب هاي الستيم سيلز مهمة جدا لتجديد بقية الخلايا اللي تتعرض للدامجينج، أي دامج سيلز موجودة in the intestinal gland موجودة in the surface epithelium تعوض by stem cells. هاي الستيم سيلز هي عبارة عن undifferentiated cells، يعني غير مخصصة، هاي غير مخصصة، هي خلية يصير دامجينج إلها للسيرفس أبيثيليام، منطقة الأبيثيليام، منطقة الانتستينال جلاند تعوض عن طريق الستيم سيلز، وعادة الموجودة هي وين موجودة؟ lower half of the crypt، موجودة in the crypt only in the crypt. زين، عندنا خلية مهمة جدا موجودة in the small intestine وعادة موجودة at the base of the small intestine هي تسمى البانت سيلز. طلاب خلية مهمة جدا البانت سيلز، شنو هاي البانت سيلز؟ وطبعا داخل المختبر، داخل المختبر نشوفوه بالسلايدات، شوفوها شوفوها خاصة منطقة الجيجنوم والإليوم جدا واضحة.
الطلاب هي عبارة عن groups of cells، عادة تكون تجمعات من الخلايا. شلون شكل الخلية الوحدة؟ الخلية الوحدة تكون pyramidal shape، pyramidal shapes. Rounded nucleus at the base، وتحتوي على apical cytoplasm، عندها يحتوي على acidophilic granules. يحتوي، شوفوها بداخل المختبر، بالسلايدات مال المختبر شوفون الخلية pyramidal shapes، وانا ادور عليها at the base، قاعدة الخلية، قاعدة الجلاند. يعني من أشوف الجلاند أدور عليها وين قاعدة الجلاند. هذا base of the intestinal gland، أدور عليها ألقي البارامتال سيلز. شلون أشوفها؟ أشوفها خلايا بارامتال سيلز وسايتوبلازم يحتوي على أسيدوفيلك جرانيونس، هيك كأنه منقط بنقاط حمراء. هذه الجرانيونس طلاب تحتوي داخلها على اللايزوزايم، واللايزوزايمز مثل ما درسنا لكم إياه هي عبارة عن بروتولايتيك إنزيمز، خلايا هاضمة أو digestive enzymes، lysozymes. زين طلاب، هاي الأسيدوفيلك جرانيولز تحتوي على lysozymes. هاي شو تسوي هاي؟ طلاب مهمتها إنه تنفرز داخل lumen of the intestinal gland، ومن intestinal gland إذا lumen of the small intestine تحتوي تكون عبارة عن antibacterial substances، يعني هي عبارة عن مواد قاتلة للبكتيريا. بكتيريوسايد القاتلة للبكتيريا. فالبانت سيلز بيراميدال شيبس بيسك بيسوفيليك نيوكليوس ار ذا بيس، تحتوي على الابيكال سايتوبلازم، على اسيدوفيليك جرانيولز، هذه الجرانيولز تحتوي على لايسوزايمز اللي هو قاتل للبكتيريا. فاي بكتيريا تدخل مثل الاستمك تنقتل عن طريق الأسيديتي العالية الموجودة بالستمك. وقلنا بعض الخلايا، بعض البكتيريا فقط تعيش بالستمك، بعض واللي مسؤولة عن الألصر اللي يصير، القرحة اللي تصير من الستمك، بعض البكتيريا. لكن غالبية البكتيريا تنقتل بالأسيديتي مال الستمك، ومن تنزل منطقة السمول انتستين تنقتل عن طريق خلايا دفاعية أخرى هي البانت سيلز اللي تحتوي على اللايسوزايمز اللي هو الانتي بكتيريال ايجنت، او هو عبارة عن بكتيريوسايدل يعني قاتل للبكتيريا. فالبكتيريا اللي موجودة عادة اللي تكون باثوجينيك يعني ممرضة تنقتل عن طريق هذه اللايسوزايمز. من قتلت من بقلب الاستمك تنقتل عن سمول انتستين. زين طلاب، الجزء الثاني من السمول انتستين وول، السمول انتستين وول الجزء الثاني من جدار الامعاء الدقيقه، هو اللي يكون تحت الميكوزا اللي يسمى سابميكوزا. ومثل ما درسنا من اي مكون من الجي اي تي، سابميكوزا هي عباره عن كونكتيف تيشو، والكونكتيف تيشو يعني يحتوي على بلاد فيسلز، يحتوي على نيرفز، يحتوي على الليمفاتيك فيسلز، يحتوي هنا النيونو سيلز ايضا. زين طلاب، فكل هاي مكونات الكونكتيف تيشو الموجوده سابميكوزا. ايضا حتى تحتوي هنا منطقه سمول انتستين يحتوي على ليمفاتيك نوديولز، حشرح لكم عليها نوصل ان شاء الله على كل جزء من اجزاء السمول انتستين. هاي طلاب اكو شيء مهم موجود جدا مهم، المايسنر بلكسس أو يسموه سابميكوزال بلاكسس، هي عبارة عن غانجليونيك سيلز with nerve fibers موجودة، هي جزء من autonomic nervous system اللي موجود بداخل الفيسرال of the GIT اللي يسموه مايسنر بلاكسس. وهي مايسنر بلاكسس هي طلاب مسؤولة عن تنظم movement of the الانتستين، الموفمنت اوف ماسكولار سيميكوزي، عن الجلاند اذا موجوده جلاند اللامينا بروبريا، جلاند موجوده عفوا ان سيميكوزا مسؤوله عنها اللي هي هاي الماستر بلكسس. وايضا تعمل على فاسليت ذا باسج اوف فود ثرو ذا لومن، يعني حركتها الريفلكشن سيميوليشن اللي تسوي يعمل مع أوربخ بلكسس الموجودة بالمسكولار سكستيرنا، تعمل على شنو طلاب؟ تعمل على حركة الانتستين، على حركة سمول انتستين، فتعمل على مزج أكثر وتحرك النيوترينز أو تحرك الـ all the contents الموجودة داخل اللومن of the small intestine.
زين نجي على another part, another part of the intestinal wall اللي هي muscularis externa. قلنا عليها muscularis يعني تحتوي على smooth muscles, من اسمها muscles, كلها عبارة عن GIT, هي عبارة عن smooth muscle fibers externa للخارج من اللومن. فالmuscularis externa حالة حال أي GIT موجودة تحتوي على inner circular layer تحيط اللومن of the small intestine, هي عبارة عن smooth muscle fibers. والجزء الثاني من أتها هي outer longitudinal layer of smooth muscle fibers, تحيط مو تحيط اللومن لا, تكون بشكل طولي مع اللومن. فبحركة الاثنين muscularis externa تعمل على حركة peristaltic movement of the small intestine, يعني حركة يسموها حركة دودية للsmall intestine, تتحرك تضغط الفود وتحركه للداخل. هذه الحركة يسموها peristaltic movement اللي خاصة بالجي اي تي. زي طلاب بالنسبة للinner circular outer longitudinal طلاب بيناتهم يحتوي على جزء ثاني من autonomic nervous system يسموه mitral plexus أو يسموه الأوربخ بلاكسس. موجودة طلاب موجودة بين الانر سيركولار أو أوتر لونجيتيدنال أوف ماسكولارس إكسترنا, وحتى شوفوها بداخل المختبر كلش واضحة. زي طلاب الجزء الأخير يحيط السمول انتستين هو السيروزة, وقلنا السيروزة هو عبارة عن كونكتيف تيشي يحيط ميزوثيليا, لكن ما عدا جزء واحد ما عدا الديودينوم. الأول جزء من الديودينوم يحيط السيروزة, الجزء المتصل مع الستمك covered by cirrhosis, لكن بقية الأجزاء هي تكون retro peritoneal و covered by adventitia. زين نبدي بأول جزء من small intestine. نبدي بأول جزء من small intestine طلاب الديودينوم الاثنى عشر. طلاب كأي جزء من small intestine درسنا يتكون من ميكوزا, سابميكوزا, muscularis externa and covered by cirrhosa and adventitia. الميكوزا شلون حنعرفها؟ أول شيء الفيلاي شلون يكون شكلها بالنسبة, أكو فد فيتشر مهم للفيلاي أو الديودينام, تكون ليف لايك يعني شكلها شكل الأوراق, تكون عريضة حتى يسمح أكثر كمية ممكنة من الفاينل برودكت ينسحب عن طريقها. فشكلها يكون عريض, وايضا شلون يكون مثل الورقه ليف لايك. زين هذا الشيء الكونكتيف تيشو طلاب, الفيلاي تحتوي الكور اوف ايج فيلاس تحتوي على الكور اوف لوس كونكتيف تيشو, وايضا لامينا بروبريا. بعض الطلاب هاي كلها لامينا بروبريا لونها بنفسجي, واللامينا بروبريا اللي هي لوس كونكتيف تيشو شو تحتوي طلاب؟ تحتوي على هاي اللي تشوفوها هنا تيوبولار سترويد جلاند. بعض هاي الطلاب هاي كلها عباره عن الكريبت اوف ليبركون اور انتستينال جلاند, هاي كلها انتستينال جلاند. وشون شكلها يكون سترايد تيوبولار, هاي واحد هاي الثاني هنا هم واضحة. وعادة وين تفتح طلاب الانتستينال جلاند؟ تفتح بتوين تو فيلاي. هاي هنا هاي انتستينال جلاند تفتح بتوين تو فيلاي, بتوين تو فيلاي. هاي الثانية بعض طلاب تفتح بتوين تو فيلاي. زين ماسكولاريس ميكوزي واضحة, ثين لاير اوف سموث مسل صياتها كلش واضحة. انديوجينام زين نجي هنا السابميكوز. طلاب السابميكوز انديوجينام مهمة جدا, يعني هي فد فيتشر يوضح الديوجينام, يعني من بداخل المختبر اقدر اميز الديوجينام عن بقية الاجزاء عن طريق السابميكوز. ليش طلاب؟ لان السابميكوز يحتوي هنا منطقة الديوجينام الجيودينام على جلاند مهمة نسبة للعالم اللي اكتشفه تسمى برونر جلاند. برونر جلاند موجودة, هي عبارة عن ميوكس جلاندز. الميوكس جلاندز موجودة داخل السابميكوزا اوف الجيودينام, يعني حصريا داخل الميوكوزا اوف سابميكوزا اوف الجيودينام, سوري سابميكوزا, سابميكوزا اوف الجيودينام تحتوي على برونر جلاندز. وهي شنو طلاب؟ هي ميوكس جلاندز. يعني عادة هاي الميوكوس جلانس, هاي الميوكوس جلانس وين تفتح؟ تفتح at the base of the crypt of Leprechaun, يعني الانتستينال جلاند بقاعدة تفتح الميوكوس جلاند. هاي برونر جلاند تفتح بالقاعدة, بس سيكريشن الميوكوس سيكريشن وين يدخل؟ يدخل داخل اللومن of intestinal gland, ومن intestinal gland اللومن مالتها يدخل اللومن of the small of the duodenum lumen. اوكي
فمن داخل تفتح عن طريق the base at the bottom open in the bottom of the intestinal gland. تفرز كل إفرازاتها بداخل lumen of the intestinal gland. داخل lumen of intestinal gland to the lumen of the duodenum. شنو طلاب هاي مهمة هذه البرونر جلانس؟ طلاب هنا they secrete alkaline mucus. Alkaline mucus of the Brunner glands has two functions. First of all, protect the duodenal mucosa from acidic chyme that came from the stomach. يعني الستمك الأسيديتي العالية اللي تيجي من الستمك من الكايم الموجود من الستمك ينقل منطقة الديوتينام يحتوي على أسيديتي عالية تصل pH مالتها إلى طلاب 1 or 2 فبي اتش عالي هذا الأسيديتي damaging for the epithelium of the duodenum فكحالة دفاعية الميوكس alkaline mucus from the Brunner gland ينفرز يغطي كل الأبيثيليوم يعني شارك ويا goblet cells تفرز الميوكس أيضا Brunner gland كحماية إضافية تعمل على فجل إضافي يحمي كل الأبيثيليوم من الأسيديتي العالية اللي تجي من الستمك يعني الديوتينام طلاب يحتوي يكون أول بارت يتصل بالستمك فأول بارت يتعرض للأسيديتي of the chyme الموجود داخل الستمك ينقل بسرعة إلى الديوتينام فكحماية إضافية تنفرز الميوكس from the Brunner glands. زين وليش هو alkaline mucus مو ميوكس عادي بس مو nutrient mucus alkaline طلاب لأن عادة البنكرياس يفرز إنزيمات داخل الديوجينام داخل الديوجينام هذه البنكرياتك إنزيمات تحتاج إلى alkaline pH حتى تكون active وتعمل عرفنا طلاب البرونر جلاندز هي ميوكس جلاند موجودة in submucosa of the duodenum وهي تعتبر كيونيك فيتشر of the duodenal submucosa واضح طلاب لحد الآن واضح مامر واضح واضح دكتورة إن شاء الله واضح إن شاء الله زين طلاب الديوتينام أيضا يحتوي على muscularis external inner circular layer outer longitudinal layer of smooth muscle fibers وتحتوي بيناتهم على الأوربخ بلاكسس هاي طلاب هنا واضحة أوربخ بلاكسس between them زين سيروزة طلاب بالنسبة للديوتينام أول جزء اللي يرتبط بالستمك يغطى بالسيروزة لكن الأجزاء البقية طلاب هي عبارة عن ريتروبيريتونيوم يعني تكون خارج البريتونيوم فتكون covered by adventitia وإحنا عرفنا شنو الأدفنتيشيا وعرفنا شنو السيروز قلنا الأدفنتيشيا connective tissue that's it السيروز هي أيضا نفس الconnective tissue أيضا connective tissue لكن السيروز من الخارج covered by هو connective tissue لكن من الخارج covered by layer واحدة single layer of simple squamous epithelium يسموه mesothelium هذا الفرق يعني سيروزا وادفنتيشيا وما كونكتيف تيشيو لكن سيروزا فرقها انه تحاط من الخارج الكونكتيف تيشيو يحاط بميزوثيليوم والسيروزا يعمل طلاب على سهولة حركة الأورغان اللي تغطيه بينما الادفنتيشيا يثبت في المكان المعين يعتبر كبارير ويعتبر ايضا كتثبيت الأورغان in its situation يعني fixed the organ عادة الconnective tissue اللي يسمى adventitia الأجزاء تغطى بالadventitia تثبت مكانها لكن كي function for adventitia لكن السيروزة اللي تحاط ميزوثيليوم connective tissue يحاط ميزوثيليوم يسهل عمل هذه يسهل حركة الأورغان اللي تغطي زين طلاب هذا بالنسبة كملنا الجينا الجينا الصائم طلاب ايضا الميكوزا يحتوي على فيلاي لكن هنا طلاب الفيلاي اوف الجيجرام فميزه مهمه طلاب اشوف الفيلاي انه تحتوي على كلامد اند تكون عريضه جدا عريضه اكثر من الانفيام اكثر من الجيجرام فهاي الارض بالنسبه للفيلاي على الكلامد اند الابيكال اند مالته تكون كلش عريضه فمن اشوفه بهالطريقه اعرف انه هذه هي الفيلاي اوف ذا جيجرام وطبعاً these villi تحتوي على enterocytes وأيضاً بعض طلاب كمية الجوبل سيل بدأت تزيد كل ما ندخل duodenum ندخل ileum كمية الجوبل سيل تزيد وعملية الميوكاس بداخلها إفراز الميوكاس أيضاً يكون أكثر لامينا فراتريا طلاب مثل ما عرفنا تحتوي على connective tissue داخل core of the villus وأيضاً يحتوي للداخل
على intestinal gland. Muscular semicosi جدا واضحة. طلاب هنا هذا الجزء احنا كبرنا طبعا منطقة الجيجينام يتباعون على منطقة تدور على منطقة البيس أو the intestinal gland. يعني intestinal gland مو موجودة شكل مثل tubes, citrate tubes موجودة in labina propria. أدور at the base of these يعني بالمختبر لما أروح أشوف at the base of these glands أدور على قاعدة هذه الجلاند أشوف البانت سيلز واضحة جدا أشوف البانت سيلز بهالشكل ومين أعرفها؟ أعرفها خلايا تكون pyramidal وتحتوي على كأنه نقطة كأنه نقطة تحتوي على pseudogranules at the cytoplasm apical cytoplasm above the nucleus فهي فالطريقة تمييزية للبانت سيلز زين muscular semicosi كنا واضحة جدا ومبينة فميكوزا بالنسبة للجيجينام ما بيها أي إشكال بالنسبة للسبيميكوزا أيضا يحتوي على فاتس بالنسبة لأديبوس تيشيو بالنسبة للسبيميكوزا أو الجيجينام مايسنر بلاكساس أيضا يحتوي كأوتونوميك نيرفوس سيستم فور ذا فيسيرال أو ذا جي آي تي موجودة بمنطقة السبيميكوزا مسكولارس إكسن لما تحتوي على اختلاف إنر سيركولار أوتر نيوكل جيجينال سموث مصل فايبرز اللي تسمى أوربا أو بيناته بتحتوي على الأوربخ بلاكساس أوربخ بلاكسس اللي تعتمد اللي تعمل على تعمل على حركة بريستال movement of the small intestine. زين عندنا الجيجينام عادة جيجينام يغطى بالسيروزة connective tissue وعادة بعض طلاب هاي المنطقة البسيطة اللي مبينة كأنه خاطي هذا الميزوثيليوم. زين بالنسبة طلاب لحد هسه واضحة المادة ماكو أي مادة تريدون أعيد لكم إياها. واضحة طلاب؟ إن شاء الله. زين طلاب إحنا عندنا بالنسبة للإليام حناخذ the final part of the small intestine with the, which is the ileum. Ileum main functions for the ileum absorption for the B12 طلاب قلنا إحنا منطقة الستمك منطقة الستمك قلنا عندنا البارايتال سيلز إضافة لل HCL اللي تفرز intrinsic factor اللي يرتبط بال B12 in stomach. فش إيش يسوي هذا البي 12 من يدخل منطقة السمول انتستين سمول انتستين منطقة الإليام شي يحتوي الانترسك فاكتر يعمل طلاب على زيادة امتصاص الانتيروسايتس البي 12 زين طلاب هذا الانترسك فاكتر يعمل على شنو طلاب زيادة امتصاص البي 12 يعني هو يتصل بالسمول الابيثيليوم of the إليام ويعمل على امتصاص البي 12 ايضا طلاب عندنا بالنسبه للاليام ذا سيم ميوكوزا سيمي ميوكوزا ماسكولار اكسترنا اند سيروزا لكن هنشوف شنو الديستينكت فيتشرز الموجوده عند الاليام تفرقها عن الجيجينام تفرقها عن الجيجينام قلنا بالنسبه للجيجينام البرونر جلاند السبب ميوكوزا فتفارق فتفارق مهم يعني طلاب اريد ادرسكم انه انتم يجيكم بالمختبر مثلا طلاب يشوفون شو انا اعرف انه هذا السلايد اسمه انتستين اميزه طلاب من الفيلاي زين شو أنا أعرف أي part من السمول انتستين بالنسبة للجيجينام أميزه عن طريق البرونر جلاند مجرد أشوف البرونر جلاند منطقة السبميكوزا بسرعة أقول إنه هذا جيجينام أعرف الميزة الجيجينام أشوف إنه هذا سمول انتستين من أشوف clumped end of the villi أعرفه إنه هذا جيجينام طلاب شيء ثاني أريد أقول لكم إياه على الجيجينام داخل المختبر داخل المختبر انه اللي ينصبغ بداخل المختبر نزوها بنشوفوها ان شاء الله بداخل المختبر قبل السيلز يستخدمون فتصبغة معينة للجيجينام للسلايدات الموجودة بداخل المختبر هي بريودك أسس شيفت هاي شو تسوي بريودك أسس شيفت هاي مخصصة لصبغ الميوسين مخصصة للجلايكوبروتينز يعني الهيماتوكسين أندروسين اللي يعمل على إذابة الميوسين الموجود بالقابل السيلس لا هذا البريوديك أسس شيف اللي حتشوفوه بالسلايدات الجيجينام داخل المختبر يعمل على صبغ الميوسين مش يسوي القابل السيلس الموجودة بداخل القابل السيلس الموجود ميوسين بداخل ينصبغ بلون أحمر طوخ بلون وردي طوخ أحمر طوخ شو أنتوا تشوفوه بداخل المختبر فبسرعة الجيجينام شو أنا أشوفه بين هذه الجوبل سيلز كأنه بالضبط جلوبات تحيط الأبيثيليوم
فهاي فد يعني فد شكل من الأشكال اللي أعرض بها الجينوم داخل واحدة من السلايدات الموجودة داخل المختبر. زين هسه ندرس الإليام. إليام طلاب شلون أعرف؟ أول شيء الفيلاي تحت تكون شورت فينجر شيفد فيلاي، يعني تكون شورت فينجر لايك الشورت فينجر بروجكشنز، ما تكون عريضة ليف لايك مثل أوراق الأشجار اللي درستكم إياها بالجيوجينام، ولا تكون تحتوي على نهايات عريضة بالنسبة للجيوجينام، لا هاي تكون شورت وفينجر لايك، يعني تكون شكلها رفيع. طلاب السيرفس أبيثيليوم طلاب اللي يغطي الفيلاي أو اللي يغطي يحتوي على الانتيروسايت قبل السيلز، لكن طلاب احنا اكو فد خلية مهمة جدا هنا موجودة السيرفس أبيثيليوم اللي موجود يحتوي السيرفس أبيثيليوم اوف ذا إليوم يحتوي على خلية إضافية تسمى M cells، هاي موجودة in the إليوم، هاي موجودة فقط in the إليوم، هاي M cells أو يسموها المايكروفولز، وحشرح لكم اياها وين موجودة وبتفصيل شلون موجودة، لكن هي موجودة من ضمن السيرفس أبيثيليوم of the surface epithelium of the ilia. زين لامينا بروتريا طلاب تحتوي كونكتيف تشي، يحتوي على الانتستينال جلاند، هاي اللي نشوفها هنا كل هاي انتستينال جلاند، هاي كلها انتستينال جلاند، لكن طلاب لامينا بروتريا of the ilia يحتوي على فد يونيك فيتشر ثاني يسمى طلاب يونيك فيتشر طلاب شو يسمى؟ يسمى طلاب بايرس باتشز، كأنه باتشز يعني مثل بقع، بعض الطلاب كأنه بقع موجودة بداخل اللامينة بروبرية وتنزل داخل السبميوكوس، بعض الطلاب هاي البقع تسمى فيروس، فيروس نسبة للعالم اللي هو اكتشفها، فيروس باتشز يعني بقع، شكل البقع هاي وين موجودة؟ موجودة اللامينة بروبرية، بعض الطلاب هنا موجودة اللامينة بروبرية وتمتد لحد السبميوكوس. زين هاي حشرح لكم اياها بالتفصيل. زين طلاب وطبعا بالنسبه للجزء الاخير من الميوكوزا هي الماسكولاس اكسترنا ماسكولاس سوري الميوكوزي ماسكولاس ميوكوزي طلاب هاي البارس باتشز ما اشوفها بشكل واضح ماسكولاس ميوكوزي ان ذا اليوم تكون عاده ديستربنج يعني شنو هنا تقطع الطلاب يعني عاده يصير رابتشرينج رابتشرينج فور ذا ماسكولاس ميوكوزي اللي موجود فور ذا causer of the ileum. هاي المسكولار سيميكوزي ليش يصير ربتشرينج؟ هذه طلاب بايرس باتشز اللي موجودة اللامينة بروبرية تمتد حد السيميكوزة. شو تعمل؟ تعمل على تمزيق هاي المسكولار سيميكوزي. أشوف أجزاء من عدها. جزء من عدها هنا، بعض هذا الجزء من عدها هنا أشوفه. لكن عادة تمزق بواسطة البايرس باتشز. زين طلاب شنو هي الفيروس باتشز الآن اللي احكي عنها اللي موجوده باللامينا بروبريا واللي تمتد لمنطقه السبميوكوزا طلاب هي عباره عن aggregation of lymphatic nodules يعني هي عقيدات لمفاويه نعم لكن شنو هنا ميزتها؟ ميزتها انه هي هاي الفيروس باتشز اللي يشوفه بشكل كبير وكانه هيك شكل بيضوي كبير موجود بداخل اللامينا بروبريا وسبميوكوزا of the ileum أشوفها بشكل شنو طلاب فيها عبارة عن lymphatic nodules لكن aggregation more than one lymphatic nodules توصل حتى 10 طلاب lymphatic nodules تتداخل مع بعضها وتسوي هاي virus patches تسوي فت lymphatic nodules كبيرة جدا عبارة عن تداخل من أكثر من lymphatic nodule واحد lymphatic nodules تتداخل فيما بينها حتى توصل 10 lymphatic nodules كل lymphatic nodules تتداخل وتكون هذه virus patches اللي تكون شكلها بيضوي واللي يشوفوها يقولون كأنه بقعة موجودة بداخل ال wall of the small sorry of the ilia. زين هي شلون شكلها؟ بعض الطلاب الليمفاتيك نوديولز اللي درستوها انتو منطقة الليمفاتيك سيستم درستوها الليمف نود ان تونسلز هي شنو؟ درسناها عبارة عن بي ليمفوسايتس موجودة على شكل المحيطة على marginal zone بي ليمفوسايت بي لينفوسايت ليش يبين لونها كله هيك ازرق؟ يعني الجوانب المحيطيه تبين لونها ازرق وبالداخل فاتح. طلاب هاي الجوانب المحيطيه هي عباره عن بي لينفوسايت. بي لينفوسايت لكن شلون يصير شكل سمول بي لينفوسايت؟ وعاده طلاب يدرسون بي لينفوسايت درستوها بالصف الاول ان بلاد. هي تكون عباره عن نيوكلياس سمول نيوكلياس وتحاط برين بسيط اوف ذا سايتوبلازم يعني سمول نيوكلياس تحاط
rim of the cytoplasm يعني حلقة بسيطة من cytoplasm. فشلون يبين النيوكليوس؟ يبين من صبغ الهيموتوكسين الدوسي، يبين النيوكليوس عادة هو بيسوفيليك يعني يحتوي على الدي ان اي، فتبين كأنه زرقة الخلايا كلها زرقة، وعادة رم بسيط من cytoplasm فالخلية تبين كأنه دائرة زرقة، تجمعاتها على الشكل المحيطي هذا شلون تبين؟ يبين كله عبارة عن شنو طلاب؟ عن شكل دارك بلو على الشكل المحيطي على المارجنال زون يعني الشكل المحيطي في الليمفاتيك نوديولز. لو اقربه بالهاي باور بالمختبر اشوفه عبارة عن نقاط زرقة، هي هاي الليمفوسايت سمول ليمفوسايتس، هي عبارة عن نيوكليس تكون كلها ماخذة كل المحيط الخلية و إحاطة بسيطة من السيتوبلازم. فشلون تبين؟ تبين كأنه نقاط زرقة تجمعاتها تبين لونها أزرق بهالطريقة. زين طلاب، هاي البي لينفوسايد الموجودة على المارجنال زون ليش دي تبين بالسنتر؟ تبين لايت لايتلي ستينينج يعني تبين فاتح، لأن عادة طلاب هاي الليمفاتيك نوديولز اللي تحتوي على بي لينفوسايد أني أكتيفيشن باي أني أنتيجين يعني أي أنتيجين، انتيجين شي يعمل؟ انتيجين يعني طلاب شنو مقصود به؟ انتيجين يعني بكتيريا فيروس. شي يعمل؟ يعمل على الاكتيفيشن بي لينفوسايت، يخليها تنشط تتحول من بي لينفوسايت صغيره الى تبدي تكبر وتبدي تنقسم بالقسام الميتوسيس القسام الخيطي، تنقسم الى خليتين. زين طلاب، تبدي تنقسم الى خليتين، وهذه الخليتين وحده من عندهم تكون ميموري سيلز يعني خلايا ذاكره حتى تحفظ هذا شكل البكتيريا الموجود، والثانية differentiate plasma cells، الثانية تتحول plasma cells، والبلازما cells نعرفها إنه هي تكون الانتيبودي، انتيبودي هاجم، شو يسوي؟ ينتقل للومن، الانتيبودي عن طريق الانتيروسايت ينتقل للومن ويهاجم البكتيريا الموجودة ويعمل على قتلها. فإذا الفيروس باتشز اللي هي عبارة عن aggregations for more than one lymphatic nodules تعمل عن شنو طلاب؟ وظيفتها كميون كميون سيستم طلاب، أوكي؟ تعتمد كأنه تعمل كجهاز مناعي موجود داخل الأليان. زين، بداخل هذا المنطقة اللي بالوسط يسموها جيرمينال سنتر طلاب، هاي المنطقة المحيطية يسموها مارجينال زون أوف بي لينفوسايتس. بالداخل طلاب هاي اللايتلي ستينينج، كنا متقسم القسامات فصير فراغات بين الخلية من مصبخها تبين كأنه أكثر فاتحة لايتلي ستينينج، فشوفوها يسموها جيرمينال سنتر. هذا جيرمينال سنتر طلاب يحتوي على الماكروفاجز، ويحتوي طلاب على البي لينفوسايتس، يحتوي ايضا على بلازما سيلز. هاي عاده الكونتينت اوف ذا جيرمينال سنتر اوف ذيس ليمفاتيك نوديولز، اي ليمفاتيك نوديولز. وبالنسبه للفايروس باتشز نفس الشيء. زين، هاي الفايروس باتشز طلاب شو تحتوي؟ شو يعتبروها؟ يعتبروها كميوكوز اسوشيتد ليمفاتيك تيشيو، يعني اي مصدر نسيج تريدون تقروه، اي مصدر المصادر الكتب الانسجه تقروها، تقرون الفيروس باتشز يعتبروه كونسيدر از ام اي ال تي، خلوا لكم يا بين قوسين ام اي ال تي، يعني كونسيدر از ميكوز اسوشيتد ليمفاتيك تيشو، يعني يعتبروها من ضمن الليمفاتيك نوديولز او الليمفاتيك تيشو او الليمفويد تيشو، كل هاي تسميات للليمفاتيك تيشو اللي موجود بداخل الميكوزا داخل الميكوزا. زين، اكو هاي الفيروس باتشز تعتبر موجوده باللامينا بروبريا طلاب، وبعدين تكبر 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 تسوي رابتشرينج للمسكولار سيميكوزي وتدخل منطقه السبميكوزا وتكون بشكل هيك هالكبير، تتداخل اكثر من ليمفاتيك نوديولز مع بعضها وتكون فدلين في نود كبيره يسموها فيروس باتشز، يعني كانه بقع، هي بالاصل هي لينف نود لكن كبيره جدا، يعني ما تتكون من لينف نود واحده، ما متكونة عفوا من الليمفاتيك نوديولز واحدة، متكونة من مور دان الليمفاتيك نوديولز، عفوا مو ليمف نود، ليمفاتيك نوديول، يعني احنا اكو فرق بين الليمف نود والليمفاتيك نوديولز. فهي عبارة عن ليمفاتيك نوديولز كبيرة جدا، تجمعات من الليمفاتيك نوديولز تكون هذا الفيروس باتشز. زين طلاب، الميوكوز اسوشيتد ليمفاتيك تيشو كنا نحكي عنها طلاب، هي موجودة مو بس كفيروس باتشز، حتى الأبندكس، بالأبندكس إن شاء الله باللارج انترسن حدرسكم إنه تحتوي على الليمفاتيك نوديولز، تعتبر من ضمن الميكوزا أسوشيتد الليمفاتيك تيشو، يعني من ضمن الليمفاتيك نوديولز اللي موجودة منطقة الميوكوزا أو الصب الميوكوزا، والتغطى عادة من ميوكوس ميمبرين.
لذلك يسموها ميوكوز اسوشيتد لينفوتيك تيشو. ويعني شنو ميوكوس ميمبري؟ ميوكوس ميمبري الغشاء المخاطي يعني ابيثيليوم تحت لامينا بروبريا. هاي البايروس باتشز عادة موجودة باللامينا بروبريا واكستنت ذا سب ميوكوز عادة. زين طلاب، ميوكوز اسوشيتد لينفوتيك تيشو موجودة بس منطقة سمول انتستين، موجودة بس منطقة ابندكس؟ لا طلاب، حتى عندنا بالريسبيرتوري سيستم أشوف لينفاتيك نوديوز اللامينا بروبريا أو الريسبيرتوري سيستم. أشرح لكم إياها إن شاء الله إن شاء الله نبدي نشرحها من نوصل الريسبيرتوري سيستم. أيضا يحتوي على ميوكوز أسوشيتد لينفاتيك تيشو اللامينا بروبريا. فافتهمنا شنو يعني فيروس باتشز؟ هي عبارة عن تجمعات من لينفاتيك نوديوز في منطقة الإليوم، تبدي من اللامينا بروبريا وإكستين تتعدى السبميوكوزا. زين طلاب، هذه الأبيتيليوم عادة الأبيتيليوم اللي يكون up the lymphatic nodules اللي هي يسموها virus patches. عادة الأبيثيليوم above the virus patches عادة يكون طلاب يعني ما يحتوي على villi، على الأغلب على الأكثرية. بعض الأحيان نشوفون أكو villi، لكن هو على الأغلب ما يحتوي على villi. يعني المنطقة الأبيثيليوم اللي تكون above the virus patches على الأغلب ما تحتوي على فيلاي. بعض الأحيان تشوفون أكو فيلاي، لكن على الأغلب تشوفون ماكو فيلاي. ليش طلاب؟ هاي الأبيثيليوم هنا الموجودة تحتوي على خلية مهمة، إضافة للإنتيروسايت، إضافة للجوبل سيلز، تحتوي على خلية مهمة يسموها مايكروفولد سيلز أو يسموها M سيلز. زين؟ M سيل. هاي الM سيلز الموجودة above، عادة وين موجودة؟ above the virus patches in the epithelium above the virus patches. بس حنعرف شنو مهمة هذه الM cells الموجودة خاصة بالepithelium اللي يكون above the virus patches. هنشوف طلاب هاي الM cells شنو. يا طلاب، هي عادة تكون dumb shape أو يسموها broad cells، يعني هي عادة تكون عريضة جدا. موجودة وين؟ عادة موجودة هاي الفيروس باتشز هنا موجودة الابيثيليوم اللي أعلى من عنده، تتواجد الام سيلز أو يسموها مايكروفولز. شو شكلها طلاب؟ شكلها هي تحتوي على خلية تكون دام شيبس، يعني شنو مثل شكل المظلي، تحتوي على شورت مايكروفيلا، يعني مايكروفيلا مالتها تكون مسافات بيناتهم وما تكون مثل الموجودة المايكروفيلا موجودة بالأجسن سيلز اللي هي انتيروسايتس. لا، دي تختلف المايكروفيلاي مالتها. هنا يعني المايكروفيلاي الموجودة صغيرة تكون عادة شورت، مسافات بيناتهم. زين، شيء ثاني عندنا المكونات العادية الموجودة من السيتوبلازم، النيوكليوس هنا موجودة. زين، شنو هاي؟ ليش هيك السيتوبلازم من بعج للداخل وصايرة بهالطريقة؟ السيل ميمبرين عادة ينبعج للداخل طلاب ويخلي السيتوبلازم يعني موجود بهاي المنطقة فقط، بهاي المنطقة فقط. زين، هذا السيل ميمبرين انبعج للداخل بهالطريقة، شي يكون بداله؟ يكون عبارة عن فراغ، بوكيت. زين طلاب، هذا البوكيت طلاب تدخل به خلايا من الفيروس باتشز اللي هي ماكروفاجز، دندرتك سيلز، لينفوسايت، تدخل لداخل هذا البوكيت. ليش؟ لأن يعني عادة حتى البيسمنت ميمبرين اللي موجود اللي عادة احنا الابيثيليال سيلز based on the basement membrane. زين، ال basement membrane أو البيسال لامينا الموجود rest these cells rest on it تكون عادة discontinuous، يعني مقطعة. فيعمل على تقدر الخلايا من الفيروس باتشز، lymphocytes مثلاً، macrophages، dendritic cells تدخل وين طلاب؟ لهذا البوكيت، هذا الفراغ الموجود نتيجة انبعاج السيل membrane للداخل. أسوي لكم شنو هذا الشيء يسوي طلاب؟ مثلا أكو هنا عندنا هنا شنو الفانكشن بالنسبة لهاي الخلية؟ عندنا هنا انتيجين، عندنا بكتيريا، عندنا فيروس. شو يسوي طلاب؟ هاي الخلية تعمل على إدخال هذا الانتيجين للداخل، داخل الخلية، ومن الخلية شو تعمل؟ تحيطه وتخرجه إلى وين؟ هذا الباكيت. من تاخذه؟ تاخذ الماكروفاجز، تاخذ الماكروفاج جزء من عنده، تاخذ الماكروفاجز، لازم الماكروفاجز طلاب كانتيجين بريزنتك سيلز، تاخذ تعمل على تحليله باللايسوزايمز الموجوده بالماكروفاجز، وجزء من البروتين من هذا الانتيجين تظهر وين؟ تظهر على سطح الخليه مالتها. هذا شيء يسوي بس مجرد تظهره يكون كساين، يكون فد اشاره في السيجنالز وين الليمفوسايت الموجوده يمها.
شو تعمل على الليمفوسايت، بي الليمفوسايت الموجوده بسرعه اكتيفيتد، يحسون انه اكو هنا فد انتيجين داخل، انه هنا اكو فد بكتيريا تحسست عن طريق الماكروفاج. فشو تسوي البي الليمفوسايت؟ البي الليمفوسايت تحسس بسرعه، تتحسس، شو تصير اكتيفيشن فور ذا بي الليمفوسايت، تبدي منطقة الجيرمينال سنتر، تدخل منطقة الجيرمينال سنتر، تنقسم انقسامات ديفرنشيت فور بي فور بلازما سيلز. بلازما سيلز شو تكون؟ تكون انتي بودي. الانتي بودي يخرج عن طريق الانتيروسايتس الى داخل اللومن اوف ذا إليوم، يعمل على قتل البكتيريا الموجوده او الفيروس الموجود. زين طلاب، البكتيريا الموجوده، فعاده هذا البعاج الموجود حتى يسمح بسرعه البكتيريا الموجوده هنا تدخل وتخرج بسرعه لمنطقه الباكيت الموجوده هنا بداخل. وشيء ثاني، عاده في اللاين ما تتواجد فوق الفيروس باتشز على الاغلب، حتى بسرعه تدخل الانتيجين يسوي اكتيفيشن للفيروس باتشز، البي لينفوسايت بداخله تتمايز الى بي بلازما سيلز، تتكون البلازما سيلز تتكون انتيبوديز وبسرعه تظهر تطلع للانتيروسايتس لخارج اللومن، للومن اوف ذا لومن يعني التجويف الاليا. احسن ما يحتاج في اللايت دي لازم ينتقل خلال هذا الكور كله، ينتقل خلاله الى تطلع من خلال الانتيروسايت الموجوده هنا. فوين هاي المسافه الكبيره؟ وين عاده يكون مسافه تكون جدا صغيره، فعاده الفيروس باتشز يكون ما يحتوي على فيلاي. زين طلاب، اذا هذه الام سيلز مهمتها دفاعيه، مهمتها تشترك تكون عاده كبارت من ضمن الميوكوزا اسوشيتد لينفات التشيو، تكون بارت من ضمن الميون سيستم اللي تعمل على اخذ الموجوده على الابيثيليوم الموجود اباف. وين موجود؟ فقط اباف ذا فيروس باتشز. اوكي، الابيثيليوم موجود اباف ذا فيروس باتشز. زين طلاب، فعرفنا هذه الام سيلز وشنو مهمتها وين موجوده. عاده الابيثيليوم يكون ابوف ذا فيروس باتشز، وعرفنا الفيروس باتشز هو عباره عن اجريجيشن مور ذان 1 من فات كنوديولز موجوده اللامينا بروبريا، وتمتد لحد السبميكوزا، يقطع الماسكولار سيميكوزي ويدخل منطقه السبميكوزا. وهذا طلاب فد فيتشر مهم للاليوم، يعني بالمختبر من يشوفون الفيروس باتشز اعرف هذا اليوم، من اشوف البرونر جلاند منطقه السبميكوزا اعرف هذا الديوجينوم. وقلت لكم اكو فد صبغه خاصه للديوجينوم مستخدميها على مود يصببون الجوبل سيلز، فالديوجينوم يصير سهل تمييزه. وايضا حتى بالسلايدات شلون نعرف احنا الديوجينوم عن بقيه البقيه؟ اول شيء اشوف السبميكوزا مالته ما يحتوي على شنو؟ ما يحتوي على برونر جلاند، وايضا ما يحتوي على فيروس باتشز، يحتوي بعض الاحيان على نيفاتك موديولز بس صغيره ما توصل لحجم الفيروس باتشز الموجوده ان اوليوم. فهذه مميزات الجوجينوم، ان ميزه عن التو بارتس اوف ذا سمول انتستين. طلاب واضحه لحد هسه؟ ماما واضح؟ ان شاء الله. زين طلاب، نكمل الاليوم واجزاء، نكمل كصب الميكوزا قلنا يحتوي على الفيروس باتشز. زين باعوا بعض الطلاب هاي الصوره هنا، هو متكون الفيروس باتشز موجوده اللامينا بروبري اكستين، تبدي الليمفات نوديوس تتداخل مع بعضهم تتداخل وتكون بقعه كبيره يسموها فيروس باتشز. فقط موجوده هاي هذه الفيروس باتشز فقط موجوده ان اليوم، يعني يونيك فيتشر فور اليوم، بس موجوده ان اليوم. مثل ما قلت لكم رونر جلاند يونيك فيتشرز فور ذا سبميكوزا اوف الجينوم، هنا هم يونيك فيتشرز فور ذا اليوم هي الفيروس باتشز. وقلت لكم هي شنو مكوناتها؟ ليمفات كنوديوس كثيره توصل حتى 10 12 تتداخل ما بيناتها وتكون فتفت ليمفات كنوديول كبيره. زين طلاب، يسموها فيروس باتشز، تدخل حتى السبميكوزا. بعض طلاب الماسكولار سيميكوزي رابتشرت حتى هنا من بين عز تمزق عن طريق هذه الفيروس باتشز. ماسكولار سيستم كاي جي اي تي AGIT inner circular outer longitudinal بيناتهم أوربخ بلاكسوس موجودة واضحة. سيروزة الأليام عادة covered by سيروزة، وقلنا شنو سيروزة؟ connective tissue، حالة الأدفنتيشيا حالة الأدفنتيشيا. لعش شنو يفرق على الأدفنتيشيا إلى اثنيناتهم connective tissue؟ سيروزة هاي تسمية للconnective tissue اللي يحيط simple squamous epithelium
اللي يسموا تسمية ثانية إلى هاي الطبقة السمبل سيكوينس أوبيثيليوم يسموها ميزوثيليوم. فهذه مجرد كولكتيف تشيو حاط بالميزوثيليوم يسمى تسمية ثانية سيروزة، واللي تاخذوها بالأناتومي هي نفسها اللي فيسرال بريتونيوم نسيجين يسمى سيروزة. إن أناتومي يسموها فيسرال بريتونيوم، تحيط الأجزاء تعمل على حركته سهولة حركتها داخل الأبدومينال كافيتي. زين طلاب هنا أنا واضح؟ إن شاء الله واضح. زين نكمل طلاب، نكمل أسا إحنا درسنا سمول انتستين وندرس أسا البايلورو جوجينال جونكشن، يعني منطقة ارتباط الاستمك مع الجوجينال. شنو التغييرات اللي تصير؟ أول شيء طلاب الاستمك، طلاب بالنسبة للاستمك طلاب إحنا عندنا covered by simple corneal epithelium محتوى على gastric bits، هاي بالنسبة كمميزات بالنسبة للميكوزا of the الاستمك. هنا أنا بالنسبة مجرد يدخل منطقة الجيجينال طلاب طبعا ماكو there's no gastric bits، تختفي bits كلها disappear. وبالنسبة وتظهر فد شكل مهم بالنسبة للسمول انتستين، وكبداية بالنسبة للجيجينال ينفلاي فيلداي كفيتشر مهم for the small intestine. أوكي طلاب، فإحنا بايلورو لأنه هو البايلوريك ريجين اللي أخير اللي من الاستمك اللي يرتبط فيه ويا الجيجينال، فشي يسموه عادي يسموه بايلورو جيجينال جانكشن. فقلنا السمول انتستين small corneal epithelium of the stomach يتحول enterocytes and goblet cells تتواجد داخل الجيجينا. البيتس الموجودة بداخل الستمك disappear in the mucosa of the jejuna. villi تظهر منطقة الجيجينا ما موجودة للستمك. muscularis exter muscularis mucosae the same. زين ننتقل الجزء الثاني sub mucosa هي the same. ننتقل لمنطقة الماسكولاس اكسترن. عادة احنا عندنا ماسكولاس اكسترن المنطقة الاستمك تكون ثلاث طبقات قلنا عليها، اول شيء انر اوبليك ميدل سيركولر سموث مسل فايبرز والاوتر لونجيتودينال سموث مسل فايبرز. هذه بالنسبة للديودينام او السمول انتستين كله تختفي الاوبليك، تبقى بس اثنين انر سيركولر اوتر لونجيتودينال المعتاد عليه ان all GIT inner circular outer longitudinal، يعني ثلاث طبقات الموجودة ان استمك تتحول فقط طبقتين المنطقة الجيجينام وعادة small intestine all of it. زين والسيروزة اللي تحيط الاستمك عادة first part of the jejunum يحيط first part يحيط سيروزة، لأن بقية parts تحيط adventitia of the jejunum. زين طلاب هاي بالنسبة إن شاء الله بالنسبة للسمول انتستين إحنا خلصنا إن شاء الله هذا another part for the small intestine. وإن شاء الله أي سؤال عندكم حاليا بقت لكم خمس دقائق أو أكثر، أنتم تقدرون عندكم free time تقدرون تسألون بي على أي سؤال أنتم بفتهمتوا بي خلال سلايدات شفتوها بهاي المحاضرة. طلاب أي سؤال ما فتهمتوا أعيد لكم إياه، تريدون أفهمكم أكثر سؤال بداخلكم مادة ما افتهمتوها واضحة ماما واضحة إن شاء الله، ماكو أي سؤال فدي سلايد ما افتهمتوا تريدون أشرح لكم يا بالنسبة للمحاضرة؟ واضح دكتورة إن شاء الله واضح. زين طلاب تقدرون إن شاء الله خلصت المحاضرات بالنسبة لليوم، بالنسبة لكم المرحلة الثانية في أمان الله، مع السلامة، أخذوا راحتكم طلاب.